السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه ماذا بي يتبعوا هذا الفيديو ثانيه بثانيه باش تفهموا واش راهو في ملف السيارات كذلك نتمنى منكم تبارطاجيوه وديروا لايك باش يوصل عدد اكبر من المشاهدين ان شاء الله نبدأ بثلاث ملاحظات هامه تخص ملفات وكلاء السيارات اولا قانونيا قرار اللجنة برفض ملفات وكلاء السيارات غير مؤسس وش معنى هذا الكلام تواصلت مع ناس قانونيين قالوا لي مادام مدوا لهم القرار هذا خارج الأجل القانونية في أي فاتو العشرين يوم معناتها هذا القرار غير صحيح ويعتبر قرار ملغى الحاجة الثانية الوكلاء نهار اللي داروا لهم تحفظات مثلا وكيل دارو له خمس تحفظات معنتها نهار اللي عاود الوكيل هذا رفد التحفظات تاعو قدام الوزاره الصناعه نورمالمون يحاسبوه على خمس تحفظات هذوك ما يحاسبوش على حاجه وخد اخرى الادهى والامر انهم خرجوا له امور اخرى ما غير التحفظات هذوك اللي مدوها له في الاول الحاجه الثالثه واللي انا اعتبره امر خطير جدا كاين وكلاء تاع سيارات مدولهم الرفض بلا ما يقولوا لهم على اساس الماده نورمالمون نهار اللي تمد لي الرفض تقول لي وفق الماده مثلا الثالثه ولا الرابعه من دفتر شروط استيراد سيارات بيكون الرد تاع قانوني ومبرر ما كانش كاينين وكلاء رفضوا لهم ماده ذكروا لهم كاش ماده تقول هذا هو سبب الرفض الان نحكي لكم أه مثال بسيط باش تفهموا على رفضوا لهم ملفات وكلاء سيارات نعطيكم مثال بسيط مثلا مقاول مثلا مقاول داروا له دفتر شروط قالوا له ابني لنا باطيمه أه لازم يكون الباطيمه هذه لازم يكون فيها آه سيما شحال الجرافي شحال أه الارتفاع تاع البنيانات لازم يكون هكذا الى اخره المقاول هذا راح بنا باطيمه وبعدها خرجت اللجنه هذه خرجت اللجنه هذه باش تشوف كيبنا الى اخره نهار اللي راحوا للشروط المذكوره في الكايتشار كامل مطابقه واش قالوا له له مثلا السيما دوز دارها قالوا العلو تاع تاع البلافو على الارض شحال يكون دارها الى اخره من بعد بداو يكريولو في امور اخرى مثلا قالوا له الباب هذا شحال درتلو من مفتاح قالهم درتلو اثنين لا لا قالوا له نورمالمون ثلاثه نتا لا درت اثنين زيد حاجه واخد اخرى راحوا مثلا دخلوا للصالون الصالون قالوا له لازم دير فيها 4 مترات هو دار فيها أربع مترات و سنتيم زاد 20 سنتيم قالوا له اذا حنا قلنا لك ربعة ما قلنا لكش ربعة و معناتها ما نعطولكش الاحتمال باش تبدا مقاول تخيلوا خاوتي المقاول هذا شحال خسر دراهم كاملين باش بناء الباطيمة كومبلي باش تمدلو قرار تعرف غير منطقي تماما انا متاكد انه اللجنه التقنيه في قراراتها النفسيه الداخليه ما عندهمش راهم مقتنعين باللي انه الاسباب الرفض غير مقنعه تماما ما هوش تاع وكيل يخسر الملايير وما ندافع عليهم يخسر الملايير ومن بعد انت سبب ما مقنع تماما باش ترفض له الملف تاعو والله امر مدهش انا ما مفهمت في الحقيقه لذلك وكلاء السيارات مجموعه وكلاء السيارات راهم يطالبوا بلقاء تلفزيوني مع اللجنه التقنيه اللي راهي تتري تتريتي في, في الدواسه تاع ملف تاع الوكلاء راهم يطاول قال لك يخرجنا ممثل تاعهم ولا الرئيس تاع اللجنة هذه في التلفزيون في اي قناه من القنوات التلفزيونيه باش يقابلوا ممثل كذلك تاع وكلاء ويجيبوا رجال تعقانون قانون ويحكموا بيناتهم ويشوفوا وراه الخلل وهذا الامر راح يكون امام الشعب الجزائري والشعب الجزائري هو اللي راه يحكم حنا نوجه رساله من هذا المنبر الوزير الاول كان قال لك اولويه الاولويات هي ثقه الشعب شوفوا تقريبا كاين مليون جزائري راهو في استيراد السياره الثقه تتبنى من الان اذا راكم حابين تبنوا الثقه تاع المواطن الجزائري ديروا هذا اللقاء التلفزيوني مباشره امام الشعب الجزائري والشعب يخلو الحكم للشعب الجزائري نحكيوا على نقطه اخرى الناس اللي راي تقول لك السيارات ماهيش مهمه الى اخره انا راهو انا نحكي لكم قصه شخصيه تاعي نحكي على امور اخرى عندي مرض عندي حوالي مريض يماين هو في السبيطار يحتاج زمرة الدم AB بي نيجاتيف ما صبناش زمرة الدم AB بي نيجاتيف هذه في السبيطار درنا منشورات باش يعاونونا الناس الحمد لله كاين ناس قال لك نقدروا نعاونوكم بالدم المشكل انه السبيطار هذا يبعد على الناس هذو اللي حبوا يعاونونا ما يقدروش يجوا لنا هذا بسبب النقل ما صبناش النقل السيد راهو بين الحياه والموت الى غايه هذه الح... لغايه إلى هذا مازال ما صبناش كيفاش نجيبوا الناس هذوك من أماكن شويه بعاد علينا ما صبناش كيفاش نجيبوهم ما كاينش ما كاش نقل احنا ما عدناش سياره في الدار يا خاوتي والله امر كارثي حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل واحد مات بسبب الحوادث المرور نتيجه المركبات هذه وسائل النقل المهترئه الى اخره حسبنا الله ونعم الوكيل في كل شخص سبب في تاخير ملف السيارات ماهوش يخلي ناس تروح تصلي في الجامع لانه ناس باعت السيارات تاعها لما سمعوا المسؤول الاول على البلاد قال لك سوف نطوي ملف استيراد سيارات قبل نهايه السداسي الاول باعوا سياره تاعهم باش سياره جديده الان ما قدرش يروح للجامع باش يصلي باش يروح يصلي ما يقدرش يروح يصلي لانه الجامع بعيد عليه والله راهي توصلني واحد الامور ناس هذا المرضى وعندي انايا وزيد طبق الالاف من الحالات في اليوم امر مؤسف وخطير جدا نزيدو كذلك نحكيو على مخطط عمل الحكومه سمعنا الوزير الاول قال لك سوف في المخطط هذا راح نديروا تلوث البيئه ونحمي البيئه والبيئه امر مهم جدا لكن لما نشوفه في الامر تصريحات في واد والامر الواقع لا عايشينه في واد اخر تخيلوا ما كاين وسائل نقل من سنه 1960 ما زالت الدور في البلاد هي هذه ملوثه للبيئه كيفاش تتحارب تلويث البيئه وانت عندك وسائل نقل قديمه منش عارف من, من وقتاش وهي الدور في البلاد وتقول لي زيدوا حاجه اخرى ثاني وسائل النقل هذه القديمه هذه تاع اللي ينقلوا بها تخيلوا تكونسومي حوالي ثلاث اضعاف مقارنة مع وسائل النقل الحديثة وش معنى تالي احنا المازوت نستوردوه من الخارج ما دام عندك وسائل نقل مهترئة معنى انت راك في عوض اللي تكونصومي ريت لا راك تكونسومي ريتلات بسبب وسائل النقل تاعك المهترئة لازم تبني الاقتصاد هذا على اسس علميه ماشي غير هكاك وخلاص مشينا هضروا ونقولوا محاربه تلوث البيئة الى اخره وحنا ما إحنا استهلاك المازوت راهو بسبب القيدم هذه تاع وسائل النقل الى اخره نزيد نحكي لكم نقطه اخرى المركبات ولا السيارات اللي راهي تدور في الجزائر ممنوعه منعا باتا بالدور في العواصم الاوروبيه تخيلوا سيارات هذه لا تدور في الجزائر ما تقدرش هذه السياره تدخل برلين ولا تدخل في باري ولا ما على باليش هذه السيارات ما يقدروش يدخلوا يا ناس افهموا ما هذا ما فهمناش هذا الملف تاع إستيراد سيارات ماهوش حاجه اللي تعظموها كامل هكا الناس راهي تسوفلي بسبب الملف هذا حنا رانا محتاجين سيارات باش نقضوا بهم ما راش محتاجين سيارات هذو باش نديروهم زواق ولا الى اخره الناس باعت السيارات تاعها والان سيارات تاعها زادت 40 الى 50 مليون ما عدناش هذيك باش نخلصوا الديفيرونس هذيك بدنا نشرو سياره باش نقضيو بها صوالح نتمنى ثم نتمنى ونطلب 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 ان شاء الله يفري لنا الملف هذا تاع السيارات والله اصبح ملف نهار اللي تسمعوا راسك يا راسك يبدا يدور وقلبك يبدا يسطر والسلام عليكم